مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: رئيس الوزراء يزور منزل الرئيس الأسبق عبد القاسم صلاح حسن، الرئيس الجيبوتي يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي. وفي أخبار العالم، الرئيس الأوزبكستاني يبحث مع نذيره الألماني التطورات الإقليمية. أما الآن مشاهدين الكرام فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. قام دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي بزيارة للرئيس الأسبق بجمهورية الصومال الفيدرالية السيد عبد القاسم صلاح حسن في مقر إقامته بالقاهرة. وقال دولته: قمت بزيارة للرئيس الأسبق عبد القاسم صلاح حسن في مقر إقامته بالقاهرة، وشكرته على دوره في بناء الدولة في الصومال. وأضاف قائلا: أضلعت الرئيس على الوضع في البلاد بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص. وفي سياق آخر، اجتمع دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي في العاصمة المصرية القاهرة مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد ضيب بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال ووزير التربية والتعليم العالي بالحكومة الفيدرالية وسفير الجمهورية بالقاهرة وعدد من المسؤولين الصوماليين. وفي إدارة العلاقات المتصلة بين الأزهر وجمهورية الصومال علميا ودعويا واجتماعيا، قرر الشيخ الأزهر زيادة عدد المنح الدراسية لطلبات الصومال وإرسال قافلة إغاثية ومعها مجموعة من المتخصصين لدراسة الخريطة الصحية في الصومال، من أجل إرسال قافلة أخرى طبية وثالثة دعوية. وعلى سعيد آخر، قلد دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي الدكتور أحمد الضيب الشيخ الأزهر الشريف الشال الصومالي وعمامة الصلاطين التي يرتديها صلاطين وشيوخ القبائل في الصومال، تكريما وتقديرا للإمام الأكبر على جهوده تجاه الصومال وتعبيرا عن حب الشعب الصومالي للأزهر الشريف. ورحب الإمام الأكبر برئيس الوزراء والوفد المرافق له، وأعرب عن سعادة الأزهر وشيخه وعلمائه وطلابه بهذه الزيارة في رحاب مشيخة الأزهر، وأن الأزهر تربيده علاقة قديمة وعريقة بالصومال وأروقة جامعه وجامعاته. ورحب الإمام الأكبر برئيس الوزراء والوفد المرافق له، معربا عن سعادة الأزهر وشيخه وعلمائه وطلابه بهذه الزيارة في رحاب مشيخة الأزهر، وأن الأزهر تربده علاقة قديمة وعريقة بالصومال وأروقة جامعه وجامعته تشهد على تفوق طلاب الصومال علميا وفكريا. الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الفيدرالية المهندس عبد الله أبوكر حاجي ونذيره المصري الدكتور خالد عبد الغفار بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم المصرية. واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تجديد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين وزيادة عدد المنح المصرية المقدمة للطلاب الصومال لتصل إلى 450 منحة دراسية بدلا من 200 منحة كانت تقدم في السابق. التقى الرئيس الجيبوتي فخامة إسماعيل عمر جيلي المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان الذي يزور حاليا في جيبوتي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين جيبوتي والولايات المتحدة، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ودعم جهود التنمية في القارة الإفريقية. عقد الرئيس الأوزبكستاني محادثات هاتفية مع نذيره الألماني، وناقش الجانبان قضايا تنمية العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين وجوانب التعاون الإقليمي الأكثر أهمية. وأولى الجانبان عناية خاصة لتطورات الأوضاع في أفغانستان، حيث جرت الإشارة إلى أن تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في هذه البلاد قد تكون له تداعيات سلبية كبيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
واتفق الجانبان على تنسيق الجهود المشتركة للدفع باتجاه تسوية سلمية للمشكلة الأفغانية، كما اتفق على مواصلة المشاورات السياسية بخصوص الوضع في المنطقة واستمرار التعاون في إجلاء المواطنين الألمان من أفغانستان. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية من التلفزيون الوطني، وكان معكم في الهواء عمر فرح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.